هلو يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هناخد لكتشر جديده من انجلش 2 لسمر 2020. بفكركم تاني ان لازم يبقى معانا على طول البيس بوك اللي هو المفروض ان هو مرفوع على الاي ليرنينج، لازم كلكم تكونوا منزلينه. النهارده عندنا بيج 63 63. المره اللي فاتت افكركم سريعا احنا خدنا البريزنت سامبل تنس وخدنا تصريفات التصريفات بتاعه الافعال في البريزنت سامبل تنس مع البروناونز المختلفه او الضمائر المختلفه، وتعرفنا على قائمة او الشورت بتاع الريجولار فيربس اللي هي بيتحط لها اس ولكن بتتحول لحاجة تانية بتبقى اي اي اس لو هي اخرها واي، واتكلمنا على القواعد المختلفة والقواعد الريجولار او الحالات الشاذة يعني في البريزنت سامبل تنس. طيب النهاردة هناخد حاجة مور ادفانسد برضو جرامر، زي ما احنا متفقين ان احنا بناخد يوم الاربع جرامر وبناخد يوم الاثنين اي حاجة تانية مش جرامر. هناخد النهارده ال present progressive tense او زي ما كنا بنطلق عليه واحنا في ثانوية عامة present continuous tense، من اسمه continuous يعني هي حاجة مستمرة، يبقى انا بشير في الزمن ده لفعل مستمر لفترة زمنية ما. طيب ليه بقول عليه مستمر؟ بقول عليه مستمر اولا لانه زي ما قلت لكم بيفضل لفترة زمنية ما، ثانيا انا بشير ان الفيرب ده او الحدث ده او الاكشن ده بيحصل دلوقتي حالا وانا بكلمكم، انا بدي محاضرة دلوقتي، انا بدرس دلوقتي، انا بستمع للمزيكا او للموسيقى، انا بقرأ كتاب دلوقتي، انا باخد مثلا درس في حاجة معينة انسان. كل الاكشنز اللي ممكن تبقى ينفع تتعمل لفترة زمنية وبتشير لانها بتحدث الان. تعالوا نبص على الاكزامبلز موجودة. اولا قبل ما نشوف الاكزامبلز تعالوا نبص على النوتس، خلي بالكوا دي الرول اللي احنا دايما بنمشي عليها، كل تنس بيتشرح هيبقى عندكم النوتس دي، مهمه جدا ان انتوا تطلعوا منها الرول اللي بنشتغل عليه. التكوين بتاع البريزنت بروجريسيف او البريزنت كونتينوس تنس ايه؟ مع البروناونز المختلفه بستخدم ام او از او ار، اوكي، زائد الفيرب زائد الاي ان جي، طبعا دي معروفه تماما. طيب اي فيرب في الدنيا بيتحط له اي ان جي؟ ولكن في مجموعة من الشواذ أو قواعد شاذة هنتعرف عليها قدام شوية من اللكتشر، ولكن القاعدة الأساسية في present progressive tense إن إحنا am أو is أو are والverb زائد ing. طيب الـ ing دي يا جماعة هي اللي بتخليني أعرف إن الأكشن ده بيحصل دلوقتي حالا. تعالوا نبص على الـ examples. I am learning how to swim، يبقى هو بيتعلم حاليا إزاي يوم او دلوقتي. I'm eating my lunch دلوقتي، انا باكل my lunch دلوقتي. I'm watching television، she's reading a book، هي بتقرا دلوقتي. Dad is baking a cake، هو بيخبز دلوقتي. وكل الاكزامبلز اللي ممكن تبقى، تعالوا نشوف ضمائر تانيه زي we are singing our favorite song، هما دلوقتي بيغنوا. My brother and I، يبقى ده هنا خلي بالكوا ده مش single، هنا البروناون هيبقى لو شلت my brother and I هحط we، فساعتها هتاخد ار. We are playing a computer game، يبقى انا am او is او are عادي خالص زي ما انا عارفاها بحطها حسب البروناون بتاعي، ولكن بزود عليها الفيرب في الاي ان جي لو انا هشير لحاجه في البروجريسيف تنس البريزنت بروجريسيف تنس. The teachers جامع برضو are showing us a film، يبقى هما بيعملوا كده دلوقتي. They are bringing a television set into the classroom، هما بيحضروا تلفزيون او بيجيبوا تلفزيون دلوقتي في الكلاس روم بتاعتي. طيب يبقى اول رول نمبر 1 بستخدم البريزنت كونتينوس تنس او البريزنت بروجريسيف تنس امتى؟ لما اكون بشير الاكشن بيحصل دلوقتي حالا وهيفضل لفتره زمنيه. طيب ايه القاعده الثانيه؟ القاعده الثانيه بيقولي ان البريزنت بروجريسيف تنس ممكن كمان يستخدم to talk about the things that are planned for the future. يعني ايه planned for the future؟ انا مخططه اني اعمل حاجه للمستقبل، انا مخططه ان انا كمان 2 ويكس هسافر الساحل، مخططه كمان 2 ويكس ان انا هكون بره مصر and so on. هل بستخدم معاها برضو am او is or زائد verb في ing؟ ولكن بتشترط ان انا لو استخدمتها في الاكشن ده بيكون ان انا مخططه لحاجه ومعاها keywords تعرفني ان الحاجه دي ما بتحصلش دلوقتي. تعالوا نرجع فوق هنا، لو في حاجه مثلا بتعبر عن انه بيعمل حاجه دلوقتي زي كلمه now، هنا ما فيش في الاكزامبلز دي. غالبا لو هو عايز يقول لي ان ده present continuous tense او progressive tense هيقول لي هيحط لي الكيورد بتاعت now، هو بيقول لي ان الاكشن بيتعمل دلوقتي. طيب نفسه برضو am او is او are زائد verb ing، ولكن معاها كلمه tomorrow، معاها كلمه next monday، on sunday، later today، next week، حاجه بتعبر عن المستقبل. يبقى الكيوردز دي اول ما اشوفها
ان حاجه مش بتحصل دلوقتي ولكن بتعبر في حاجه في المستقبل يبقوا حاجه بلاند اوريدي، لانه اكيد انا مش هقول ان انا هسافر ساندي الجاي او نيكست ساندي الا لو انا كنت مخططه لحاجه زي دي، فساعتها ممكن استخدم ام او اذا وار زائد الفيرب في الاي ان جي بلس الفيرب بلس الاي ان جي اللي احنا متعودين عليه. يبقى التو رولز ان انا بشير الاكشن بيحصل دلوقتي وهيفضل فتره زمنيه، والحاجه الثانيه ان انا حاجه بلاند فور ذا فيوتشر، واتاكد ان الكي ووردز المستخدمه اللي حاططها لي في الجمله بتشير ان دي حاجه لسه هتحصل في المستقبل. تومورو بالنسبه لي مستقبل، ساندي مستقبل، تومورو تاني نفس القصه، نيكست ويك اي حاجه فيها نيكست، نيكست ويك، نيكست يير، نيكست داي، نيكست ماندي، اي حاجه نيكست معروفه على طول ان هي فيوتشر تو ذا حاجه بلاند فور ذا فيوتشر. طيب تعالوا نبص على اخر تو اكزامبلز كده سريع. All my friends are coming to my party next week. طيب my friends جمع صرفها صح are، ما استخدمش is ولا am. coming اصله come اللي هو ايوه بالظبط c o m e، شلت ال e وحطيت i n g. ليه؟ لان ما ينفعش اتنين vowels ورا بعض. يبقى دي الحالات الشاذة اللي قلت لكم عليها، ان اي فيرب في الدنيا ممكن ياخد اي ان جي لو هو في حركة مستمرة او بيعبر عن انه حاجة مستمرة خلاص، ولكن بمجموعة من الشروط. working الورك ورك عادية خالص ما فيهاش اي حاجة فاضفت ليها اي ان جي. طب take لا، we are taking my cousin to the zoo later today. taking اصلا الاصل بتاعها لو رجعناه في السورس بتاعه هو t a k e، وبرضه عملت زي coming شلت ال e وحطيت i n g. having نفس الفكرة، giving نفس الفكرة. بخلي بالكم من الحالات دي اللي هي بتبقى اخرها حرف متحرك بشيله عشان هحط i n g. ده exercise ممكن تحاولوا تشتغلوا عليه. ممكن نحاول نحل كده كام حاجة بسرعة. تعالوا نشوف ده the boys and the girls وبعدين dots او نقط dance، ده الverb المفروض هيتصرف in the hall. طيب هستخدم ايه بالظبط؟ are dancing. طيب dancing هتبقى ازاي؟ d a n c اشيل ال e اشيل ال e وحط i n g صح. طيب تعالوا نشوف تحت في ايه. طيب be quiet number 4 هنا، تعالوا نشوف be quiet we وبعدين نقط dots try to listen to the radio. اوكي يبقى انا هقول ايه؟ we are trying to listen to the radio. يبقى try هتتحول تبقى زي ما هي ولكن هضيف لها ing. هغير حاجة؟ لا. تعالوا نشوف I like chocolate ice cream. طيب verb like يا جماعة من الverbs اللي ما ينفعش يتحط له ing. ليه؟ لأنه مش بيشير لحاجة بتحصل لفترة زمنية. أنا لما بقول إن أنا بحب الشوكلت ايس كريم فده حاجة صفة فيا أو حاجة أنا أو معلومة بديها للحد اللي قدامي هتفضل معايا على طول. انا ده مش اكشن بعمله، انا بقول ان انا بحب الشوكليت ايس كريم. هل انت شايفني دلوقتي وانا بحب الايس كريم؟ لا. فلايك ما بيتحطلوش اي ان جي، من الفيربات اللي ما ينفعش تحط لها اي ان جي. ما ينفعش اقول اي لايكينج او اي ام لايكينج شوكليت ايس كريم. طب ايه الحل؟ الحل ان انا هنزل جمله هنا في البريزنت سامبل عادي. حتى هو هنا بيقول لي انه استخدمي يا بريزنت بروجريسيف يا اما بريزنت يا اما سامبل بريزنت اللي خدناه المره اللي فاتت. هتبقى ايه؟ هتنزل ايه؟ زي ما هي I like chocolate ice cream. طب ليه like بس؟ ليه مش likes؟ لاني البروناون بتاعي I. امتى استخدم likes؟ لما تكون هي او شي او it زي ما احنا عارفين. طيب تعالوا نشوف الverb الاخير ده برضو في مشكلة. my teacher know الverb اللي هيتصرف know a lot about planets and animals. هل نو فيرب نو اللي هو يعرف، هل هو فيرب فيه برضو اكشن لفتره زمنيه؟ هل انا انت شايفني دلوقتي وانا بعرف حاجه معينه؟ لا. يبقى الفيرب نو ما ينفعش يتحط له اي ان جي. يبقى هيتعمل هينزل في التنس العادي بتاعي اللي هو البريزنت سامبل فورم اللي هي ماي تيتشر اي نوز هحط اس. ليه؟ عشان ماي تيتشر هعوض عليها بالبروناون اللي هو هي بقى او she whoever الشخص هتبقى عاملة ازاي، ولكن هتحط لها s. طيب verb كمان number 7 dad never وبعدين let
us play in the street when it's dark. هل الجملة دي بتشير ان هي present continuous؟ هل ده action بيحصل؟ لا، دي معلومة يقول لي ان هو بابانا او بابايا عمره ما سمح لنا ان احنا نلعب في الشارع لما تكون الدنيا ظلمة او لما تليل. هل هنا the present continuous tense؟ لا طبعا، يبقى لازم اخد بالي. حتى لو اتلخبطت ومش عارف الفيرب هنا هيتصرف عند انهي زمن، ابص لمعناها. letting، let، كلمة let، في حاجة اسمها letting؟ او هل كلمة let او ان حد يسيب حاجة يعملها او كده، هل ده action بيقعد فترة طويلة وممكن اشوف الاكشن وهو بيتعمل؟ لا. طب ايه الحل؟ الحل ان هو ينزل في present simple tense، مش هيبقى continuous ابدا. dad never، never ايه بقى؟ lets us play in the street، عمره ما سابنا نلعب في الشارع ما تكون الدنيا ضلمة. خلاص. طيب هتحتاجوا تحلوا الشيت، انا هرفعه لكم على الاي-ليرنينج ويب سايت زي ما احنا متعودين. بصوا على الاكزامبلز دي، الاكسرسايز دي، حلوها تاني. لو لقيتوا فيها مشكله نتكلم فيها، او ارجعوا لي او سيبوا لي كومنت ان في حاجه في الحته دي محتاجين نفهمها. خلي بالكم من التولز اللي اتكلمنا عنها في البريزنت كونتينيوس تنس، امتى بستخدمه وامتى بستخدمه. خلي بالكم من الفيربات وانتوا بتحطوا لها اي ان جي، في فيربس ما بيتحطلهاش اي ان جي. تمام، اشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه على خير.